الامر الثاني كريم ندفد ودي المفاجاه مارسيل كولر مصمم ومصر على عوده كريم ندفيد للنادي الاهلي خد دي كريم ندفيد من السنه اللي فاتت بيطلب منه انه يرجع النادي الاهلي وهو بشكل مهذب انا بس عشان ابقى دقيق بشكل مهذب كان بيقول لمسؤولي النادي الاهلي انه عايز يكمل في فيوتشر هنا انا مكان اساسي هنا انا بلعب على طول في النادي الاهلي في زحمه في وسط الملعب فممكن ما العبش فسيبوني في, في فيوتشر فلما طلبوا من كريم نيدفيد هذا الموسم انه يرجع النادي الاهلي بعد انتهاء اعارته من فيوتشر قال نفس الكلام بس اللي حصل ايه اللي حصل ان الكابتن سعد عبد الحفيظ كلم كريم نيدفيد وقال له انا متفهم ان انت بتفكر فيه وانه في لعيبه وسط في ملعب كتير في النادي الاهلي بس اللي احب اطمنك واقوله لك إن مارسيل كولر مقتنع بيك جدا ولما شاف فيديوهاتك وشاف مبارياتك قال اللاعب ده هيكون عنصر مهم ومؤثر في تشكيلتي ولازم يرجع وأنت ومجهودك بقى فقال له ما تقلقش لو جيت غالبا هتلعب ده رأي مارسيل كولر فيك عشان كده كريم نيدفيد يقترب كثيرا أيضا من العودة للنادي الأهلي أنا وضحت الكلام بالظبط هو كريم نيدفيد أكيد مش رافض العودة للنادي الأهلي من حيث المبدأ أكيد يحب يرجع للنادي الأهلي بس هو عايز يلعب فسال هلعب ولا مش هلعب. لو مش هلعب هكمل في فيوتشر لو ليا مكان في المنافسه هرجع النادي الاهلي فكريم نيدفيد هيرجع النادي الاهلي محمد رضا بوبو هيبقى لاعب وسط في النادي الاهلي وفيوتشر هيستفيد من اثنين لاعبين اعاره من النادي الاهلي منهم محمد فخري والتاني كان حمزه علاء بطلب من فيوتشر ولكن لسه الاهلي ما وافقش على حمزه علاء دي حكايه في النادي الاهلي حكايه مهمه جدا